عزك في ذلك. إن القرب من الله والتذلل بين يديه هو العزة الحقيقية، وأما البعد عن الله فهو الذل لكل المخلوقات. فلقد جاءنا الإسلام ليعلمنا كيف نكون أعزاء في أنفسنا، وليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود. وعندما يقترب الإنسان من العزيز جل وعلا بذله وخضوعه له، يورث العبد عزة في قلبه، ويصير سيدا في الكون كله بهذه العزة التي نمت في قلبه من شدة ذله وخضوعه لله. فما ألطف حال السجود، وما أجمل أسراره، وما أحسن نتائجه، وما أروع ثماره. فالسجود هو لحظة اقتراب الروح من مولاها وسيدها، وهو محط الذل الذي ينتج لصاحبه العزة. فتعزز بذلك لمولاك، واسمع ما قاله الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إلى يوم الدين، قال: واسجد واقترب.